focus and a flashback in your mind on everything that brought you here. مشروعنا بيشبهنا، بيشبه الطريقة اللي التقينا فيها والطريقة اللي عشنا حياتنا فيها. مثل ما ركبت بطريقة كتير فوضوية، كل واحد كان عنده ظروف بحياته، وصلت إنه التقينا وبلش هذا المشروع. كان في هالطرقات اللي ودت على هيدا البيت، بيت تيتا عريات. هيدا بيت له كتير 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 زمان، وكتير عالم بيجتمعوا فيه كل الوقت وعبالهم يخلقوا شيء مع بعضهم. بلشنا نعمل قصص ونركب بابتس ونخلق عرباية ونلعب سوا ونزلنا على الشارع. هلا عم نشتغل على مشروع رحلة إلى، وهو مشروع صار له تقريبا شي سنة ضمن هالنطاق وحيمد بعد لقدام. يعني زيرقون هي مجموعة تكونت بعرض بالشارع، ويمكن ما كان عرض، كان أكتر لقاء عالم أصحاب عبالهم يعطوا شيء حلو للعالم، عبالهم يمكن يفرجوا الإبداع الممكن بأبسط طرق، مثل من عزيمة للعالم كمان كرمال هي كمان تقدر تعمل هالشيء. هي طريقة عمل وطريقة حياة، يعني احنا عايشين مع بعض عم نشتغل مع بعض. العرض عم يحكي عن هيك امور، عن كيف الاشياء بتتكون بطريقة عشوائية مرات. For me today the artist he need to be the priority in his community. Invite the community to work together. الفنان بشغلته يخلق مواد بتسمح لثقافة المجتمع لتسائل حالها شوي، ومشان هيك كتير مهم يكون هذا فيها تواصل على الشارع ويكون كتير open وسهل العالم يقدروا يفوتوا فيه، حتى لو نفتح مجال كرمال هن يقدروا يتورطوا بالموضوع. أكتر شي فينا نعمل هيك بكون كتير مهم. كرمال تقدر توصل وتتبلور الفكرة كانت أخذت وقت، يمكن 5-7 سنين، يمكن كنا شطبنا حالنا لو ما لميا كانت عنه عن جد عم تعطي هالجايدنس اللي عطيتها، وكل الأفكار اللي فرجتنا يعني والأشياء اللي حكيت عنها دائما بالوقت المزبوط اللي كان كتير كتير مفيد. It's nice when we start a company or start a new project, you have support from somewhere. Because this gives base, you know, to start something. Mm-hmm. Then this is amazing. I'm so glad when we get the found from Zoukak, because this brings a lot of maturity for the group. وللكل مش بس الولاد. السؤال هو هل إذا بدنا نرجع نعمل عرض بتحبوا تشاركوا معنا بالعرض؟ شكرا جميعا لهالنهار كثير حلو. شكرا.